السلام عليكم ما فامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بكامل الصحة والعافية. مرحبا بكم معنا على قناة مزيري طريق. ان شاء الله غبرت عليكم شوية بزاف. مهم رجعنا عاوتاني من جديد الفيديوهات، وهاد المرة ان شاء الله غتكون الوجهة ديالنا الى البحر، و غنديروا فيها بلوك جديد ان شاء الله في البحر. غنمشيو انا والعائلة ان شاء الله، ولكن غنلتزموا بالاحتياطات. واخا رفعوا الحجر الصحي ضروري نلتزموا بالاحتياطات، نديروا الكمامات وغنديروا التباعد ضروري من هادشي مهم. وما تنساوش كما العاده بالاشتراك في القناه والضغط على زر لايك لايك والبارطاج للفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في البحر. يلا اخوتي نخليكم دابا، نتلاقاو بعد قليل. واش لافامي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كما كتشوفوا حنا دابا راه وصلنا للبحر ان شاء الله. دابا كنبنيو في هذا القيطون هذا كما كتشوفوا ان شاء الله، وغادي نصوبوا ونكملوا البنيان ديال هذا القيطون هذا، وندوزوا نهار زوين ونتبحروا ان شاء الله. هانتوما معنا دابا في لا فيديو، نتمنى يعجبكم. فامي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا حنا دابا راه صوبنا القيطون ان شاء الله، وغادي نتبحروا ان شاء الله، وغادي نتغداو كلشي جايبينو بارطاج جايبينو ان شاء الله، وغادي ندوزو نهار زوين في يوم زوين. المهم نتمنى يعجبكم لا فيديو. كما كتشوفوا البحر اليوم كي عامر بزاف، مع اليوم الحد كلشي بنادم جالس، وكيبانوا لي القياطن كاين واحد شويه ديال التباعد، ولكن بنادم كيبان ليا ما مباعدش بزاف، كاين شويه ديال مخالط بزاف، رغم انهم رغم رفع الحجر الصحي ضروري ناخذوا الاحتياطات ديالنا. المهم نتمنى يعجبكم الفلوق ديال هذا النهار هذا،
وكما كتشوفوا انتم نوريكم الحال كبير عامر في النهار هذا. الشاطئ ممتلئ عن اخره وكيبان لي كاين واحد التباعد ما بين كل قيطون وقيطون، كيبان لي شويه ديال التباعد. المهم بنادم يجي يتبرد شويه في هذا الشاطئ مع ارتفاع درجه الحراره هذه الايامات كما اعلنت عليها حال الطقس، قال لك تكون ما بين 45 حتى 48 دوغري في بعض المناطق، واليوم لاحظنا انه كاين ارتفاع نيد درجه الحراره. المهم خليكم مع هذا الفيديو، تمتعوا به وبالاجواء ديال البحر هنا بشاطئ المركز بمدينة المحمدية القريب من شاطئ مانيسمان. نزا يلا تبحري نضحك معاك عارفك مكتعومش كما كتشوفوا اول وش طيحوا. كمال كمال تسنى تسنى هاي كمل هاي هاني هاني عطيني باطو 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 هاش تشوف باطو قول لي عطيني يلا نشوف تفكر مزاق انت غداو ديك تعوم واخ سليتي ها سلي بابيتي واخ سليتك واخ كما كتشوفوا انا دابا غادي نتغداو. حنا جايبين هنا واحد بطاطا مع خيزو في مايونيز هادي ياك مايونيز، وهنايا عندنا بيتزا ودلاح ان شاء الله في الحياه. نسينا حاجه وحده هي مناظم جبناهاش. المهم بسم الله كمال ريح هاي هه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 ه
هاكاك تبارك الله الحاج كامل. اي على كمال. اي هي 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 كتبرونز السي كامل. يا المكناسي يا نمشي بحال هكا يا مكناسي شد شد يلا يلا بحالة سكتين يلا سكتين طيب حتى لهنا وسالينا الفلوق
المهم كما كتشوفوا الجو اليوم كان رائع صراحة مع العائلة، الجو سخون لدرجة أن الرملة سخونة سخونة بزاف بزاف، دابا غاديين فيها وأنا سخونة. كمال 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 أجي تشوف أجي. المهم نتمنى يكون عجبكم الفلوق ديال هاد النهار هذا. أوه شوفوا شوفوا ولدي شداير، شوف كمال كمال حمقني سطاني ما كيريحش بلاصة وحدة. يلا نزل أزيد نزيق. ها راه هاكا الرملة سخونة، ما تحركك الرملة، جاتك الرملة سخونة. كما كتشوفوا الأجواء رائعة في هاد النهار هذا، والشاطئ ديال المركز عامر بزاف. المهم نتمنى يكون عجبكم لا فيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في فرصة قادمة في فلوق جديد وفيديو جديد وفي منطقة جديدة. ها هي شوف الولد عندك فين مشى، شوف